دكتور أحمد يوسف، حضرتك أستاذ علوم سياسية لكنك تكتب دائما مقالات، بشكل خاص أنت كما لو كنت متخصصا في الشؤون العربية وأحيانا في العلاقات المصرية الخارجية بالعالم، لماذا اخترت هذا التوجه؟ والله هذا السؤال لم يخطر لي على بال، لكن ربما هذا التخصص ينبع من يعني اعتبارات وطنية، ولأني أيضا نشأت في ظل تجربة ثورة يوليو، وكان البعد العربي في هذه التجربة متميزا للغاية، وربما يكون هذا هو السبب. يعني أنا إنسان مثلا عندما قامت ثورة يوليو كان عندي 5 سنين، عندما حدثت الوحدة المصرية السورية 8 سنين، عندما حدث الانفصال كان عندي 11 سنة، هزيمة 67 كان عندي 20 سنة، حرب أكتوبر 26 سنة. يعني كانت مرحلة يعني تزخر يعني تجارب كثيرة جدا بالضبط. في تقريبا جيل واحد بالضبط. وبالتالي يعني أنا أذكر أن المناخ اللي الإنسان كان بيتحرك فيه زرع فيه الاهتمام بالتجربة المصرية وأبعادها العربية. يعني أنا مثلا أذكر وأنا في المدرسة التوفيقية الثانوية أن احنا عملنا ندوة مع مدرسة المتفوقين في عين شمس، وكان مثلا حديثي حديثا سياسيا، مش بنتكلم على حاجات طلابية. فربما يكون المناخ الذي نشأت فيه له دور في اهتمامي بالشأن المصري وبالتبعية بالشأن العربي. يعني الاهتمام والدراسة والاختيار طبعا. طبعا والاختيار. وبعدين يعني أنا رسالة الدكتوراه بتاعتي عن الدور المصري في اليمن المساند، فدي بقى يعني صنعت لي حلقة وصل مع الشؤون العربية واستمرت.